الحمامة الثانية، كان هناك حمامة لطيفة اسمها حمامة لونها أبيض وقت السحاب، تحب أن تحلق في السماء وتسبح الله كثيرا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كلما وجدت طعاما حمدت الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وذات يوم طارت الحمامة لتبحث عن طعام، ولكنها لم تجد شيئا. بحثت كثيرا في كل مكان، وأخيرا وجدت حبة قمح ذهبية كبيرة، فرحت بها كثيرا وقالت الحمد لله. أخذت من منقارها وأخذتها بمنقارها وطارت بها لتعود إلى عشها. لكن يا ماما تشاهدت صديقتها الحمامة سلامة الطفل، فرحت بها كثيرا وفتحت فمها لتحيتها، ولكن سقطت حبة القمح الذهبية الجميلة من فمها ووقعت في النخل، فحزنت الحمامة يا ماما وقالت لا حول ولا قوة إلا بالله. وحزنت معها صديقتها الحمامة سلامة وقالت لنفكر يا صديقتي يا ماما كيف نستطيع أن نأخذ حبة القمح من النهر. قالت الحمامة البيضاء كيف يمكن ذلك ونحن لا نستطيع السباحة؟ قالت تعاونت الحمامة الثاني على حمل عصا ثم ألقت بها وسط النهر بجانب حبة القمح، ووقفت الحمامة يمامة عليها وصديقتها الحمامة سلامة تشجعها حتى استطعت الحمامة يمامة أن تلتقط حبة القمح الذهبية، وشكرت الحمامة يمامة صديقتها العزيزة صديقتها العزيزة الحمامة سلامة، وقالت لها ستظلين صديقتي المخلصة التي تساعدني دائما، فشكرا لك.